حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم صحة للجميع، واللي سلط الضوء على العديد من الجوانب الصحية والرياضية. بداية راح نشوف الفقرة الرياضية ونرجع معاكم. حياكم الله معانا متابعينا، وفقرتنا الرياضية اليوم راح نتكلم عن تمارين الدنابل. بس قبل لا ندش على التمارين، طبعا المتداول في تمارين الدنابل مثل ما تشوفون نوعا ما الوزن خفيف، المتداول اللي هي تمارين العزل سواء بايسبس او ترايسبس او الدفع لفوق الاكتاف واي تمارين ثانية. والتمارين هذه حلوة خصوصا حق بناء العضلات، بس اليوم راح نسوي تمرين نوعا ما مختلف. راح يصير باستخدام الدامبل تمرين كومبلكس. كومبلكس اللي هو انت تشغل عضلات كبيره سواء حق الجزء العلوي او السفلي او كامل الجسم، عضلات كبيره تشغلها بطريقه تسبيد بحيث انك انت تسوي التمارين بسرعه مع تكنيك صحيح باستخدام وزن مناسب عشان تسوي تكرار سريع وتستفيد من التمرين. ميزه هذه الطريقه اللي هي التمرين بطريقه كومبلكس ان انت راح تسوي تمرين متكامل حق عضلات كبيره وتشغل في جسمك هم الكارديو، يعني راح تسوي تمارين سرعه سبيد وسترينث بنفس الوقت. فاحنا نسميه سبيد سترينث او القوه والسرعه مدموجين مع بعض في استخدام الكومبلكس. اوكي، عشان ما نطول عليكم شوفوا تمارين كومبلكس. طبعا اول شيء راح اشرح التمارين بعدين طريقه الكومبلكس. اللي راح نسويه اول تمرين اللي هو الديد ليفت، انزين راح نسوي تكرار 6 مرات. اوكي، بعدها راح نروح هني بنت رو 6 مرات، بعدها راح تي هني اوفر هيد بريس 7 مرات. اوكي، بعدها تي هني لانجز اند ريتيرن 6 مرات. كل تمرين راح تسوي 6 تكرارات 6 6 6. اوكي، اول تمرين اللي هو ديد ليفت، ثاني تمرين بنت رو، ثالث تمرين دفع عليه فوق، ثالث تمرين رابع تمرين اللي هو تبادل لانجز، خامس تمرين راح تروح هني اللي هو حق عضلات الترابس، واخر تمرين اللي هو سكوات. حلو، فهذيل الحين 6 تمارين كل واحد فيهم 6 تكرارات. هذا كله عباره عن جوله. احنا الحين بنسوي جوله وخلينا نشوف اذا نقدر نسوي جوله ثانيه. اذا شفتوني تعب طبعا لان فكره التمرين يحتاج سرعه، فلاحظوا معي خلكم تابعين. اول تمرين ديد ليفت سبيد 1 2 3 4 5 6، على طول 1 2 3 4 5 6، على طول فوق 1 2 3 4 5 6، لانجز 1 2 3 4 5 6، هاي بول 1 2 3 4 5 6، اخر شيء سكوات 2 3 4 5 6. تريح الوزن وانت ترتاح شوي، تاخذ نفس. يمكن لاحظت التمرين كله اقل من دقيقه، اخذ فيها النفس اركز. واذا في مجال تسوي بدال الجوله 3 إلى 5 جولات، ناخذ نفس ونسوي جوله ثانيه وراح يصير التمرين وايد حلو. جاهزين؟ and go 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. اوكي، هذه جوله شوف نفسك. طبعا وزن خفيف ولازم تاخذ لك وزن مناسب عشان تقدر تسوي تمرين تأديه بشكل صحيح، تكنيك صحيح مع السرعه صحيحه عشان تستفيد. اذا قدرت تزيد الوزن زيد، اذا عجبك التمرين اشتر دنابل وطبق بالبيت. يعطيكم الف عافيه.
رجعنا معكم أعزائي المشاهدين وموضوع جديد وهو الإسعافات الأولية وأهميتها في حياة الفرد. يجب على الإنسان أن يكون ملم على الأقل مبادئ الإسعافات الأولية حتى أن يكون قد يسعف شخص مصاب في بداية أو الدقائق الأولى من الإصابة. هذا الموضوع جدا مهم وضروري، بس نطلع نشوف التقرير ونرجع معكم. تعرف الإسعافات الأولية بأنها المساعدة المبدئية التي تقدم للإنسان المصاب بمرض أو حادث مفاجئ من أجل الحفاظ على حياة المصاب ومنع حدوث أي مضاعفات إلى أن يصل الفريق الطبي المختص، وتعرف أيضا بأنها الرعاية الأولية المؤقتة التي يحصل عليها الإنسان عند تعرضه لحالة صحية طارئة بشكل مفاجئ من أجل إنقاذ حياته إلى حين وصول الطبيب من أجل تقديم الرعاية المختصة له أو نقله لمكان المستشفى أو العيادة الطبية. ومن الممكن أن تكون الحالة الطارئة على شكل جروح، نزيف، إغماء أو كسور. ضيفنا اليوم إبراهيم ملك، مدرب إسعاف أولي وإنقاذ بحري. رجعنا معاكم أعزائي المشاهدين وضيفنا اليوم إبراهيم ملك، مدرب إسعاف أولي وإنقاذ بحري. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يا هلا فيك. في البداية حابين نتكلم عن أهمية الوعي بالإسعافات الأولية عندنا في البيوت وفي مجتمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أشكركم على إتاحة الفرصة هذه، خصوصا مجتمعنا ناقصة وايد شغلات للتوعية، خصوصا بالشغلات الأمان والسيفتي والأمور هذه كلها. أكيد. ومنها تخصص الإسعاف الأولي نفسه. أهميته تتلخص في، يعني دائما أسأل السؤال هذا في المحاضرات. صح. تبي تنقذون اللي تحبونه. بالضبط. بس هني راح تيلي وايد أجوبة، الكل بدون استثناء راح يقول لي إيه راح زين. المشكلة اللي عندنا نواجهها هني ما في اهتمام هذا، ما صح. نشوف الاهتمام الداخلي. احنا مجتمع تعود على التصرف على ردة الفعل او التصرف بعد حدوث الحادث نفسه فترة طويلة، يعني فترة طويلة ايه؟ ننطر الحادث او الكارثة تصير بعدها نبدي نتصرف، يا ريتنا ويا ريتنا ويا ريتنا. اكيد. زين، دائما نفس العملية. النظرة العامة بالمجتمع عندنا يقول وي انا خذيت دورة اسعافات اولية، صار لي سنتين ثلاثة اربعة وانتهى لي سنة واكسباير وخلاص انتهت مدته وما سويت شيء. الحمد لله، ليش احنا ننطر الحوادث؟ اخذ الليسن على اساس اطلع اتوقع حوادث معينة او شيء. الاهمية تكمن في الفرد الاول، في الانسان الشخص الاولاني اللي يواجه الحالة او يواجه الاصابة نفسها. صح. ليش؟ احنا نعمل كسلسلة. تبدي من وين؟ تبدي من موقع الحادث نفسه او موقع الاصابة. الشخص اللي يم المصاب اذا كان ضعيف في عمليات الانقاذ راح يخرب باقي السلسله بالضبط. الحلقات الباقيه بالضبط. احنا حلقتنا السلسله مالتنا متكامله، تبدي من المسعف الاولي يمكن يم المصاب، بعدها المسعف او فني الطوارئ الطبيه اللي يوصل بسياره الاسعاف عشان يكمل اللي سواه، يكمل اللي سواه. مو يبدي من الصفر بالضبط، ياخذ المصاب ويكمل اللي سواه المسعف الاولي عشان ينقله، وهم له اجراءات داخل السياره عشان يوصل المستشفى. حلقتنا الاخيره هناك وين راح تكون؟ بيد الممرضين والدكاتره الموجودين. صح. هذه السلسله الواحده او الحلقه الواحده من ضمن السلسله كانت ضعيفه، ما راح تاثر على ايام كفني طوارئ طبيه. أيوة. او تاثر على دكتور على المصاب. مصاب تنقذ حياته او لا؟ ببساطه قاعد اتكلم عن انقاذ روحي دكتور. يعني احنا نشوف برا ما شاء الله في دول ثانيه كل الافراد عندهم وعي على الاقل مبادئ بسيطه في ان انا اسعف الشخص المصاب اللي قدامي. قصص مليانه، يعني بس بطلوا على قولتهم من النت وبحثوا باوروبا وبامريكا. بامريكا زين راح تشوفون القصص موجوده. يعني في قصه صارت قبل فتره، طلبه مدارس انقذوا المدرس مالها. شفت شلون؟ انقذوه يعني من وفاه الى الحين عايش مع اهله مستانس وما زال يذكر لهم الجميل هذا. يعني تلاميذ يعني تخيل حتى التلاميذ في المدارس يعطونهم دورات. بس في شغله صارت احنا في المجتمع خصوصا مجتمعنا وايد استانس. امس كانت عندي محاضره حق طلبه
ما بين الابتدائي والمتوسط. اوكي. عاده اسالهم، انا بشوف بقيس مستوى الوعي الموجود عندي، دائما اسالهم سؤال: كم رقم الطوارئ؟ العموم بدون استثناء، يعني شيء هذا فرحني انا شخصيا، العموم بدون استثناء ذكر لي رقم الطوارئ 112. ممتاز. شنو يا حلوين الصغار؟ رقم الاسعاف والمطافي والشرطه، هذا انا شيء، هذه خطوه اولى في الانقاذ. طبعا طبعا اكيد، خاصه الاطفال هم اكثر عرضه للحوادث ويعني المشاكل هذه اللي تواجه الانسان. المفروض يعني انا دائما اقول الام والاب وحتى في البيت عندهم على الاقل اشياء مبادئ بسيطه، ان انا اذا لو حتى اختنق الطفل اعرف شلون اسوي. يعني احنا هالشيء ما قاعد نشوفه لا بالبيت ولا قاعد نشوفه ايضا في المدارس. المدارس في وايد حالات اطفال اختناق وغيرها وما اسعفوهم. فشنو شنو دوركم هنا؟ يعني ليش ما تعطون دورات في المدارس في وزاره التربيه؟ والله ما زالت للاسف، وللاسف هذا عليها وايد خطوط تحت، ما زال المجتمع ياخذ دور الاسعافات الاوليه كشيء تكميلي، كشيء اكسسوار حق الشخص نفسه. اني انا عندي احمل شارسه، في ناس وايد ما شاء الله مجتهده ولهم تواصل معاي عن الاسعافات الاوليه ويبون ياخذون دورات، بس ما زال الوعي عندنا لزياده. الجهات، في جهات وايد ما شاء الله، يعني خلال الاربع خمس ست سنوات اللي فاتت من وجهه نظري انا قاعد اشوف المجتمع قاعد يقدم دور للوعي ونشر الوعي، وشركات ومؤسسات حكوميه وايد. يعني ما شاء الله كان قبل اسبوع كان في كذا ايفنت عن السي بي ار، عمليه انعاش القلب الرئوي. بين اسبوعين شهرين تلقين جهه معينه قدمت الشغله هذه بين الجمهور، وقدمت لنا شنو؟ عشان يسهلون الموقف اذا واجهناه. اكيد دكتور، احنا عندنا ايضا في كليتنا يعني في كليه التربيه الاساسيه عندنا في ماده يعني تدرس في لطلبه وطالبات قسم التربيه البدنيه والرياضه، بس احنا نطالب ايضا مو بس قسم التربيه البدنيه والرياضه، لانه مو هو خاص للتربيه البدنيه، هو خاص لجميع المدرسين، المفروض ان لهم وعي تام بكيفيه اسعاف اي شخص. فيعني نتمنى، انا دائما اطالب بهالشيء حتى في المدارس والكليات. دكتور، كبار السن عندنا ساعات يصير بالبيت او في اي مكان ثاني نوبات قلبيه، جلطات، شلون احنا نسعفهم؟ اول شيء بالموضوع هذا ان شاء الله ما حد يواجهه. في احصائيات قاعد تطلع تقول حالات الوفاه قاعد تزيد، خصوصا وقت الشتاء في ساعات الفجر الاولى، ما بين الساعه 4 الى الساعه 5 الفجر. لان الجو بارد والجسم في حاله خمول، الجوابات تسوي انكماش في وايد شغلات بالجسم، الامور هذه كلها اذا كان عنده المصاب، كان عنده جلطه، عنده شيء يتحرك داخل جسمه، في امور وايد تحته. بس اللي قاعد نواجهه بعد، الناس ما قاعد تفرق ما بين الجلطات. يعني دائما يقول في جلطه. ايه. زين، السؤال المهم والاهم، الجلطه وين هي؟ جلطه بالقلب او جلطه في الراس؟ صح. يعني العلاج مالها يختلف. يعني تو ويز عندي، هني طريق وهذا طريق ثاني. شلون يعرف؟ جدا سهله، وفي شغلات قاعد يدرسونها برا حق الابتدائي. حلو. يعني او حق الروضه، يا ريت ننور مشاهدينا، ويسوونها مسلسلات كرتونيه بسيطه على اساس تثبت المخ الطريقه هذه. ممتاز. اول شيء خلينا نتكلم عن جلطه القلب او عقلات الازمه القلبيه اللي تحوش البني ادم او الكبار العمر، الحين ما قام يفرق الموضوع هذا بين اي عمر. خلينا نفرق بين جلطه القلب وتوقف القلب، في فرق بينهم. توقف القلب فقدان الوعي للمصاب، لا يتنفس ولا في اي حركه منه، فهذا احنا نوعا ما نقدر نقول هذا فحص اولي. زين، هذا نسميه توقف القلب. الازمه القلبيه اعراضها، وهم السؤال هذا للكل، لازم نبين حق المشاهد شنو الاعراض. ما شاء الله الكل حافظ، وانا متاكد الساده المشاهدين عارفين الموضوع هذا، لانه وايد الافلام كررت علينا هذا، فطبعت عندنا بالذاكره شنو او ما هي الاعراض والعلامات اللي تشير الى الجلطه او الازمه القلبيه. اوكي. اول شيء كنا نشوف الافلام ان الواحد يمسك ايده اليسار تنميل او الم او اي شيء، هذه علامه مهمه بس ما تطلع لك المرة. مو شرط تكون تنميل. مو شرط ان هذه، ايوه، ان ساعات في ناس ممكن يكون عندها الم بالاسنان كانت تشير الى جلطه اسنان موجوده، الم بالاسنان، وهذا واقع موجود. يكون مثلا الم بالصبع الصغير. مو شرط ان الذراع كلها يصير فيها الم. باليسار او اليمين. ساعات يمين او يسار. اللي حصل، احنا خلينا نتكلم عن التيبكال او الشغلات اللي دائما نشوفها، يصير في الم بالصدر وانتشاره على اليمين ويسار الصدر، ممكن يمتد الالم هذا للعنق
من الامام او الخلف، يمكن يجي معاي صاحبه ألم بالأكتاف او العظام الخلفيه او الظهر خلينا نقول، ايوه الم باليسار او الم باليمين، بس ما نتهاون باي عمر من الاعمار، لا نقول ان هذا رياضي وما شاء الله عليه ملتزم وصحي واكله غذائي ممتاز، ما قاعد يستثني احد، او الازمه القلبيه ما قاعد تستثني احد. اوكي هذه التبكه الموجوده، بس لا نستهين، يا لي عوار خفيف يا لي دوخه زين، في ترى مستوصفاتنا ما شاء الله مجانيه وعلاجها مجاني، اروح له واقول له ترى العلامات هذه راح يكشف علينا بالجهاز، جهاز التخطيط تخطيط القلب نفسه، راح يبين لي اذا كان عندي او لا، اذا كان عندي فاحنا فصدنا المرحله من اول شيء نبدأ نقدر نبدي علاج، اذا ما فينا شيء والحمد لله الحمد لله المهم تاكدنا. هذه الازمه القلبيه علاجها بشنو؟ اهم شيء نلحق حق المصاب نفسه ونريحه، ارتاح ترى ما في كل العافيه يا ابن الناس، ترى الوضع سليم، اذا تنفس ترى راح يزيد معاك الحاله سوء. اتاكد ان ايوه الساينز والعلامات العلامات الاعراض موجوده، اقدر اتصل على رقم 112 وابلغهم بالحاله عندي، طبعا لازم اعرف العنوان واعرف الحاله عندي عشان يولي بسرعة وقت. زين اذا المصاب هذا ما عنده لا حساسيه من البنسلين الاسبرين، ما عنده نزيف داخلي او جروح مفتوحه، اوكي اقدر اعطي حبه اسبرين. اوكي الحين وصل الاسعاف، لان هذا راح تساعدني بتذويب الجلطه وتخفف الامور عليه. بعكس ليش قلنا احنا مهم جدا نفرق بين الجلطتين، جلطه الراس وجلطه الصدر. احنا تكلمنا وايد عن جلطه القلب صح ولا لا؟ هذه لها اسبرين. زين ما عندي اسبرين شو اسوي؟ اقدر اخليه يرتاح، اخليه هدي، اهم شيء يرتاح وياخذ نفس عميق وعلى كيفه. حلو. لا نخليه يبذل اي مجهود، لا يصعد دري ولا شيء، كرسي يمه ويرتاح. خليه يرتاح. دكتور احنا بس بوقفك شويه بس نطلع فاصل ونرد على الموضوع نفسه. اعزائي المشاهدين فاصل وراجعين. رجعنا معاكم اعزائي المشاهدين وضيفنا اليوم ابراهيم ملك مدرب اسعاف اولي ودقال بحري، اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. وكنا نسولف عن الازمه القلبيه لما تجي والجلطه والدماغ. والدماغ بالضبط. خلصنا من القلب. حلو. شلون الدماغ؟ جينا الحين المحك، شلون افرق بينهم؟ احنا اعطينا اسبرين حق صاحب الازمه القلبيه وهذا علاج فعال وممكن يقلل المضاعفات الحين وصولي للمستشفى. بس الاسبرين هذا اذا اعطيته حق جلطه الراس ممكن اودي او ازيد مضاعفاته وتؤدي الى ممكن فقدان حياته. ليش؟ لان جلطه الدماغ تحدث يعني في جلطه صغيره ساده واحد من نوعيه دمويه او اكثر، اول يكون في نزيف بسيط. اوكي ميزه الاسبرين انه يسوي لي سيوله بالدم. أوكي. فاذا عندي جرح داخل او نزيف داخل المخ راح يزيده. اوكي هذه مشكله الاسبرين. فاذا متاكد ما اعطي بتاتا، شلون افرق؟ شلون اعرف ان هذا عنده جلطه بالدماغ او نسميها بالعربي الفالج؟ كلمه بسيطه تدرب برا نفس ما وضحنا من قبل، كلمه فاست اف اي اس تي سرعه، في احد ما يعرفها؟ فاست باختصار شديد، الاف للفيس الوي، ايوه الاي لليدين، ايوه والاس للخطاب او للكلام. اوكي هني حق التي بعد ثلاثه الاف الوي والايد والكلام، اذا تحققت راح نسولف بالعلامات والاعراض، اذا تحققت ثلاث شروط التي هني التايم اللي ادق عليه، ادق على الطواري الطوار بالضبط اللي هو رقمهم 112. هني حق الوي، الوي شنو يصير؟ راح يكون في سقوط او ارتخاء عضلاتي جزء من الوي نصه او ربع ايا كان، بس راح يكون في ارتخاء عدم تحكم، يعني مثلا لما اسولف معاه بيبتسم في ابتسامه تطلع هني وهني ما في بدون اي مشاعر، ما في اي مثل مشلول، ممكن تطلع سلايفه ممكن يطلع لعاب، ما يقدر يتحكم بالمكان هذا، اين ممكن ترمش اكثر من مره تتسكر، هذا الوي صار فيه شنو؟ في خلل، او ما يصير الوي بالضبط لسانه ممكن يصير ثقيل. هني حق الموضوع الاي الار نفسها، نشوف نسال ايدك ايش فيك تحاسب شيء راح يقول لك احتمال فيني تنميل او انه ما اقدر ارفع واحده من الاطراف، زين اساله سؤال ثاني اقول له خلهم سيده نفس الشيء يرفعهم يعني. ايوه راح يرفعهم واقول لهم خلهم نفس المستوى. أيه. راح يسوي لي اياها كذي
ما يقدر. هذا هو بنظره انه هذا سيده، بس هو عنده هو انه هذا الحين سيده، بس ان انا كمسعف او كفني طوارئ طبيه او كدكتور اعرف انه صار عنده هذا التحقق. ثاني شرط الحين الواي خلصنا منه، والارم اليدين خلصنا منهم، اني حق طريقه الكلام راح يصير في تلعثم بالكلام. الالفاظ والحروف تخرج غير مفهومه. فلما نساله شنو معاك راح يقول ما راح يعطيني، لسانه ثقيل، لسانه ثقيل. هالثلاثة إذا تحققت تحقق شروطها إذن هني لازم أتصل على أي رقم اللي هو 1-1-2 وأقول لهم أنا احتمال عندي اشتباه جلطة بالرأس، فتعالوا بسرعة من العنوان طبعا مرة ثانية. إنزين عساس إني بسألك علاجه شنو؟ هم نفس العملية الراحة، بس نراعي شغلة ما نخليه ينسدح على ظهره بوضع المستلقي التام. إذا بينسدح نخليه نص جالس عشان نقلل الإصابة نفسها أو النزيف اللي داخل. وده القلب نخليه القلب نقدر نخليه جالس نص جالس، نخلي ريلا سيدة لأنه ما نحتاج إيه، لأنه في راح دش بموضوع ثاني. إذا بنخلي ريلا مرتفعة الحالة نسميها صدمة، إحنا صدمة قلبية والأمور هذه كلها ممكن تدش فيها بعدين، بس كإجراء أولي نتصرف معاه. وتوقف القلب أستاذ شنو أسوي؟ أنا جدراني توقف قلبه. توقف القلب معلومة للسادة المشاهدين، لو يتم تدريب 10 إلى 15% من المجتمع الكويتي على عملية الإنعاش القلبي اللي نستخدمها حق توقف القلب نفس ما تفضلتي، راح ننقذ تقريبا 40% من حالات الوفيات بالكويت. يعني تقريبا نص الوفيات اغلبها من توقف القلب، من توقف القلب. وبالعالم كله استاذ بالعالم كله الوفيات كلها من القلب. طبعا تفرق من الطفل سبب توقف القلب وتفرق عن البالغ. الطفل ليش يتوقف؟ الطفل عادة ما يكون توقف القلب انسداد بالمسالك التنفسية. أوكي. البالغ عادة يكون عنده مشكلة في الدورة الدموية من ضمنها القلب نفسه، فهذا يفرق بين هذا. أهمية التعامل مع توقف القلب أنه راح تفرق من مسألة عقب حياة أو ممات. ما فيها، مو مثل كسر أقدر أجبر وعندي وقت، خصوصا ان الدماغ ما يتحمل توقف التنفس او امداد او نقص امداد الاكسجين لمده 4 دقائق من لحظه توقف التنفس. بعد الاربع دقائق خلاص راح تبدي خلايا المخ تتلف. احنا عارفين المخ هو شنو، واذا تلف ممكن يصير عندي اعاقه او وفاه. يعني الوقت جدا هنا مهم، فاحنا نصر او نركز على منو؟ على الشخص اللي يم المصاب نفسه. احنا الفاقدين هذا بالكويت الحين للأسف. هذا عندي انا اهم شيء، يعني شيء خاصه للطفل. حلقتنا الاساسيه الاولى احنا عندنا نوعا ما ضعيفه. وطبعا هو شنو الاجراء الحين؟ انا الاجراء السريع اللي ممكن اسولف فيه بالتلفزيون ومعتمد من جمعيه القلب الامريكيه وقاعد ينشرونه حوالين العالم لسرعه الوصول على قولتهم او لسرعه الوعي ونشر الوعي نفسه. يعني اول ما يحق واحد طايح على الارض راح يبين معاي اذا يتنفس او لا. طبعا صوت النفس ارتفاع الصدر وانخفاض يدل انه في نفس. بس لما اوصل عنده وانادي باسمه ما اشوف في ارتفاع وانخفاض، ما في اي حركه، هني انا قراري الحاسم اني اتصل على 112. سهله ولا صعبه؟ وسهله، بس انت قلت لي 4 دقائق، انا الحين بسوي شيء. الحين بسوي شيء بس التصرف في نوع هاي الناس ترتبك الاربع دقائق يضيعها بشنو؟ انا شو اسوي؟ اجيب ماي؟ اجيب صلخه اقومه اشم الصلخه ولا اي شيء؟ على طول يعني يفتر ويروح يضيع الاربع دقائق هذه. رقم الطوارئ كم؟ مو عارف رقم الطوارئ، يذكر رقم قديم انا ما بذكر على اساس يطلع المشاهدين، ويذكر رقم المستشفيات انا بتذكر بس 112. هذه تصرف اسعافي سليم 100% واسرع شيء تسويه. صح. زين لما تصل على الاسعاف ادق واعطي البيانات مالتي، بس اسكر التليفون او اسكر الموبايل مالي راح احدد نقطتين بين حلمتي الصدر بالنص هني، راح اضغط عظمه القص. أيوة. راح اضغط احط يعني راح استخدم الكعب كعب يدي هني. ايوه احطه فوق الصدر والثانيه فوقها واضغط 1 و2 و3. لازم يكون سطح الصدر تحت المصاب عشان تكون العمليه احسن افضل ذات كفاءه. ممتاز استاذ. في حالات دائما الاختناق اللي تصير عندنا بسبب الحرائق او المبيدات الحشريه او حاطين دواء وغيره، شلون هني انا اعرف انه ها كنا مختنق مبين عليه الاعراض اختناق، وشنو اللي اسوي؟ الحديث في هالموضوع هذا يطول، بس احنا دائما نخاف من مضاعفات الحريق، مضاعفات تناول مبيدات حشريه. مثلا اذا مضاعفات الحريق نفسه مثلا كمثال، المصاب طلع من غرفه كانت محترقه ومدروسه متروسه دخان اسود، الحمد لله كان مو محترق، نشوفه نشيك عليه مو محترق ولا شيء. بس يوم كان داخل الغرفه مكان مغلق قاعد يستنشق شنو؟ هواء حار ما عاد دخان. كلنا يمكن حاشتنا الحاله هذه لما يا يعني مستعجل بشرب قهوتي ولا بشرب الشاي ولا الحليب حار اللسع. صح. شو يصير باللسان هنا؟
في انتفاخ ورم بسيط. أيوة. تخيلوا الانسان هذا قاعد يمكن ثلاث اربع خمس دقائق ما ادري ايش كثر المده اللي قاعد داخل الغرفه قاعد يعني يستنشق هواء حار، فبالتالي الانسجه الرقيقه الداخليه كلها سلفت نوعا ما، تعرضت لحرق من الهواء الحار وتورمت. احنا كفنيين طوارئ طبيه اذا وصلنا عندنا في شغله اللي عقلتهم الانبوب الرغامي يسمونه التراكيال تيوب، في عمليه أيوة. ندخل فيها التيوب هذا او الانبوبه اللي داخل الصدر المصاب عشان نعطيه اكسجين. اوكي. ساعات ما نلحق عليه تكون القصبه الهوائيه نفسها محترقه مضيق تضيق تام. اوه فهني التصرف الاسعافي هنا يعني واحد نصيحتي حق الشخص هذا اول ما يطلع ما في شيء ممكن يشرب شغلات بارده. اوكي. عشان يبرد على المنطقه. على المنطقه اي. يعني اوكي القصبه الهوائيه عندي هنا وراها شنو؟ يكون البلعوم وبعدين المريء. يشرب هنا بس تبرد المنطقه اللي امامها فتخفف الورم بالتالي يقدر شويه يقدر يتنفس. أيه. الشغله الثانيه من مضاعفات الحريق انا ذكرت هواء حار ممكن دخان اسود ناتج من المحروقات اللي قاعد تصير داخل المكان. هذه مصيبتها اكبر، يعني اذا شفت واحد طالع من حريق او قاعد يم دخان امور شفت على الفتحتين خشمه سواد على شفته سواد، اذا السواد هذا انتقل لداخل الرئه، الرئه اصغر شيء فيها حويصلات هوائيه، هني قاعد نتنفس، الباقي كله انابيب قاعد توصل هواء لداخل. صحيح. اللي يصير بالضبط هني وبعد بعدها المصاب يطلع معانا ما في شيء بس بعدها بربع ساعه نص ساعه ساعه ممكن يصير له كولابس ويغمى عليه واحنا ما ندري شنو، انت طلعت ما فيك شيء، ايش فيك شنو اللي تغير؟ بالضبط اللي صاير الدخان هذه الجزيئات ما تراكمت على الحويصلات الهوائيه فمنعت التبادل الغازي ما بين الجو الخارجي والدوره الدمويه. زين استاذ في شيء يعني معلومه يقولون اذا صار الاختناقات او هذا الحليب البارد تعطونه؟ حليب البارد اوكي لازم يعني حليب بارد. الحليب البارد هني بالحاله مالتنا مالت الاختناق ناخذها بالكلمه بارد. أيه. ما يهمنا اذا حليب يهم. او ما نبي البارد، المهم بارد يخفف الورم اللي صار من المبيدات الحشريه او الحروق اساسا. اوكي الحليب البارد راح نتكلم فيه ان شاء الله. ممتاز، احنا بس للاسف انتهى الوقت معاك، معلومات جدا قيمه، اذا كان عندك اي نقطه يعني بتزيدها خاصه على هذه المعلومه الحليب البارد عشان الناس تعرف بس زياده. يا ريت بس اخر دقيقه ان شاء الله. الحليب البارد ناخذها في حالات او نعطي المصاب في حالات التسمم. اوكي. اذا كان بالع او شارب شيء اليهال بطل غاز صغير نسحب من المخيمات ساعات بطل مو غاز الغاز نفسه ويشربه. هنا في حركه غلط كانوا يسوونها قبل وان شاء الله الحين قامت تقل انه يخلونه يرجع تكرمين. هذه نمتنع عنها. ايوه. نعطي الحليب البارد. أيوة. انزين علشان الحليب ميزته شنو؟ راح يغلف المعده من داخل يسوي أيوة. بطانه فيبطل عمليه امتصاص الماده السامه اللي داخل الجسم. اوكي. هذا المقصد من هذا المقصد من الحليب البارد. حق التسمم. حق التسمم بالضبط. ممتاز، ما قصرت على المعلومات اللي جدا قيمة وإن شاء الله المشاهدين استفادوا معنا. ما قصرت أستاذ. نطلع فاصل وراجعين معاكم. هل تعلم أن الإسبرين لا يعطى لمصاب السكتة الدماغية لأنه يعمل على زيادة سيولة الدم وبالتالي زيادة النزيف داخل الدماغ، بل يعطى لمصاب النوبة القلبية لإذابة الجلطة المسببة لها؟ رجعنا معكم أعزائي المشاهدين ومع هذه الحلقة المميزة والمعلومات المميزة، لكن الحين ننتقل معكم إلى فقرتنا الخاصة بالوقاية الصحية وراجعين معكم. السلام عليكم مشاهدينا وحياكم في فقرة الوقاية الصحية. طبعا اليوم فقرتنا راح تكون جدا جميلة وحلوة وموضوع أنا تكلمت عنه صراحة وايد وخاصة مع المراجعين يشتكون منه، وخاصة إذا قعدنا بهالوضعية مدة طويلة الواحد يسبب له إصابات. الوضعية اللي احنا قاعدين فيها طبعا معروفة خاصة عند الموظفين اللي قاعدين يشتغلون بالمكاتب، وما شاء الله احنا دوامنا راح يكون من 6 ساعات وفوق، فأغلبية الموظفين يكونوا قاعدين فترة طويلة على هالوضعية وفترة مزمنة، وهذه الفترة أو هذه
وضعيه عفوا راح تسبب لنا الام في المفاصل. فانا احب انصح انه بين كل ساعه لساعه ونص الواحد يسوي هالتمارين الحين بنراويكم اياها، واذا في مجال انه هو يقوم من مكتبه ويمشي شوي ويرد على مكتبه لمده دقيقتين يكون جدا جدا شيء فرق كبير حق الجسم وشيء جدا جميل حق الجسم والمفاصل والعضلات. ولكن اليوم راح نراويكم تمارين او الاستطالات الواحد يقدر يسويها وهو قاعد على مكتبه، مو ضروري يقوم، وراح ياخذ شيء 3 دقائق. اتوقع 3 دقائق حلوه الواحد ياخذها حق صحته. عندنا اليوم وليد، يعطيك العافيه وليد. وليد ما استغنى عنك طبعا حق التمارين، وراح يراوينا وليد اذا كان هو مشتغل وضعيه فتره مزمنه طويله وشلون الوضعيه تكون. وليد اذا قاعد على الكمبيوتر، عاده الجميع قاعد كذي والكمبيوتر والشاشه تحت، وبالبدايه حتى لو نبدا احنا ظهرنا سيده، ولكن مع الوقت ننسى ظهرنا ونقط، وان شاء الله الكل عنده تليفون والتليفون الحين نازل كذي، فهذه كلها اشياء لازم احنا نحطها باعتبار. لكن فكروا بالطريقه اللي بقول لكم اياها، ان احنا لازم نحرك مفاصلنا من تحت لفوق، نبدا من الغدن ونخلص في الرقبه او في الراس. فتفضل وليد، اول تمرين راح نسويه مشاهدينا لو تلاحظون انه كنا قاعد يدوس بنزين ويرخي، وبعدين شوي يشيل ريله فوق ويعطينا حركه دائريه سيركلر موفمنت. ايوه كذي تمام. والريل الثانية طبعا احنا الجسم نعامله كيمين ويسار، فاللي نسويه باليمين لازم نسويه باليسار، لازم ما نفرق بين الاثنين. اوكي حتى لو نسمع طقطقة ما يخالف، الواحد لا يخاف. اوكي وليد، بعدين نروح حق الركبة مد ريلك لقدام بس كذي، والثانية، وحتى لو تبي تزيد معاها البنزين هذه ايوه تمام. وريح واحدة ثنتين ثلاث بس اساس نضخ الدم. بعدين لا ننسى عن مفصل الخصر او الحوف. تقوم وليد بدون نوصلك لبرا، اوكي كثر ما تقدر فيك ايه، وبعدين اطلع لورا وحركه دائريه بسيطه تمام. الصوب الثاني زيد 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 منها، زيد من المرونه، لا تستحي ايه، زيد زيد زياده، كبر الدائره. حلو كذي راح نضخ الدم حق المنطقه. استريح وليد على كرسيك مره ثانيه. بعدين الواحد يقدر يستخدم الأجهزة اللي عنده أو حتى الكرسي أساس يساعد من الاستطالة، فعطني الروتيشن وليد مع استضافة الكرسي تمام. بهالطريقة احنا قاعدين نلف عمودنا الفقري وقاعد نعطيه استطالة حلوة وقاعد نرد النبه. في ميزة مشاهدينا للجسم ان الجسم سبحان الله يحاول يتأقلم، استريح وليد، يتأقلم مع الآلام، فاحنا لازم نحاول نرد ونوعيه ان هذه آلام او وضعيات احنا ما نبيها. اوكي عندنا اشبق نفسك هذا كله اقول حق المراجعين، حاولوا تشبقون نفسكم كثر ما تقدرون. هنا احنا قاعد نفصل الكتف وقاعد نمرن عضلات الكتف، ولا ننسى عن ايوه الترايسبس السايد الثاني. اوكي بعدين ايدنا لقدام، استطاله حلوه، الثانيه العكس، وبعدين مدرد الرست. اوكي فوق تحت، خلصنا تقريبا 90% من الجسم مشاهدينا. عندنا شنو؟ عندنا الرقبة، والرقبة شيء مهم، وعادة هذه المنطقة جدا تكون تنس أو تكون شادة عند الموظفين. فوق تحت اوكي يمين يسار حلو. مرات الواحد يقدر يستخدم ايده كان عنده تقصير، فوانت يمين ايوه زيد من بيرفكت وليد، شغله 100%. وحتى لو تقط اذنك على كتفك استخدم ايدك السايد الثاني اوكي، وبعدين حركه دائريه اساس تنهي انت الموضوع. عقب هالتمارين شو نسوي مشاهدينا؟ نرد حق الشغل ونشتغل وكثر ما نقدر نحاول احنا نستفيد من جسمنا. يعطيكم العافيه وتابعونا في فقرات ثانيه ان شاء الله. ردينا معاكم اعزائي المشاهدين، وبكذي وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه، مع السلامه.